تفاجأ سكان بلدية سيدي بو بكر بولاية صعيدة من قائمة حصة سكنات العمومية بصيغة العموم الإيجاري التي تضم 190 سكنا، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا مطالبين بتوضيحات حول خلو القائمة من أسمائهم، معتبرين أنفسهم حالات اجتماعية تستحق الحصول على سكن، وأن بعضهم يفتقر لسكن لائق، كما طلبوا الجهات المعنية من أجل شرح معايير اختيار المستفيدين من السكن دون أن تشملهم العملية، وبأنهم أرباب أسر وعائلات، كما أنهم يقطنون في منازل هشة وفي ظروف اجتماعية صعبة. التغطية للزميل بدر الدين تيفون. معكم مواطن بلدية سيدي بوكر ممثل الجماعة هذه سكان أهل سيدي بوكر المقصيين من قائمة السكن الاجتماعية 190 سكن لبلدية سيدي بوكر. نحن نحتاج هنا منذ الأمس، نحن رانا نطالبوا بإلغاء هذه القائمة نهائيا وفك اللجنة التي أصرت على تقسيم هذه السكنات. البلدية تاعتنا بلدية تاريخية تحمل اسم والي صالح سيدي بوبكر، هنا والله إلا ذرية شريفة، هنا خاطينا المشاكل، هنا ما نطلبوا حتى حاجة خاطي حقنا، هنا نطالبوا بالحقوق تاعنا بطريقة سلمية، هنا ما كسرنا، ما سبينا، ما نتعدوا على النظام العام، هنا رانا طالبوا بإيفاد لجنة التحقيق من السلطات العليا أو السلطات الولائية اللي عنده دخل من المسؤولين يبعث لنا لجنة التحقيق في اللجنة هذه اللي دارت لنا السكنات. رانا نطالبوا بحقوق تاعنا، الحقوق تاعنا هي اللي غابنتنا لجنة، يخلوا مول الحق ويعطوا لي ما عندهاش حق، وما ناش حنايا نهضروا في هذه الهضره غير هاك، راها تتعلق في الشارع. قاع الناس يقرا القراها العام والخاص، هادو اليوم هنا قاع زواوله، وريني واحد هنايا بخير عليه راه جاي هنايا. على احتجاجات المواطنين ببلديه سيدي بوبكر حول السكنات العموميه ذات الطابع الايجاري، اذا نعطي بعض التوضيحات. اذا تم امس نشر قائمة اسمية، وهذه القائمة مؤقتة، قائمة اسمية للمقترحين للاستفادة من سكن عمومي ذات طابع إيجاري. إذا احنا استقبلنا هؤلاء المواطنين بالأمس واليوم ولمدة 8 أيام. سنقوم باستقبال كل المواطنين اللي راهم يحطوا الطعون. إذا حنايا نسجلوا هؤلاء المواطنين، لكن هذه اللجنة يعني يمكن النظر فيها يعني ونقدروا تغير اللجنة. إذا هذو الممثلين نتاع هذه المديريات احنا غادي نراسلوا المديريات ويعطونا ممثل آخر يحضر في اللجنة.